بعد ذلك استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي رئيس المنظمة العالمية للسياحة السيد زوراب بولوليكاشفيلي، وذلك بفندق الأوراس بالعاصمة، حيث تم تنظيم جلسة عمل قصد ترقية العلاقات ووضع برنامج مشترك لدعم السياحة بالجزائر وعرضها في السوق السياحية العالمية. التغطية لشيماء بن جامع. هذه الفرصة وهذه السانحة استغلناها لتعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للسياحة. هذا التعاون الذي أثمر والحمد لله إلى عدة نقاط التي ستسلم إن شاء الله من طرف السيد الأمين العام للجزائر بمناسبة هذه الزيارة عدة وثائق كانت عاكفة المنظمة العالمية على إعدادها لفائدة الجزائر سوف يتم تسليمها إن شاء الله خلال هذه الزيارة. لي شرف عظيم أن أشارك اليوم في افتتاح حفل الألعاب المتوسطية، هو بمثابة يوم تاريخي بالنسبة للجزائر وخصوصا في السياحة، لأنه أكثر من 27 وفد يمثلون 27 بلدا جاءوا ليزوروا بلدكم الرائع، وكلهم مهمون جدا للترويج للإمكانيات التي تحوزون عليها هنا. The potential you have here